السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلأ حسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي مبرر وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيسى حنت
بالسرى إلا إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومهيئا كالشمس منك مضيء أفرج عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيوم وازدهاء يوم نال بوطد وكوحب من فخار ما لم تنل النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأنظراء مولد كان منه في طلع الكفر وبال عليهم وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية طوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم وسلم غاية مرامه ومرماه أطر اللهم قبره الكريم بعرفه شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك.